السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا متتبعي قناة زين فاني، نتمنى تكون بألف خير. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غنشارك معكم كوكيز خالي من الجلوتين، اللي نتمنى إن شاء الله تبقوا معايا لآخر الفيديو. السلام عليكم. بالنسبة للمكونات ديال هاد الكوكيز كنحتاج 125 غرام ديال الزبدة سنترال، زبدة من نوع جيد. غنحتاج كيس خمارة الحلوى، قليل من الملح، ثلاثة البيضات، معلقة ديال الكاكاو، أنا خديت هاد النوع نسكويك. عندي كأس إلا ربع سكر سنيدة، كتبقى على حسب الحلاوة، نتوما إما كأس أو لا كأس إلا ربع، تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا. عندي كيس ديال السكر الفاني، وبالنسبة للكاكاو تقدروا تزيدوا لو بغيتو يكون شوية اللون ديالو غامق، بغيتو فاتح انا درت معلقة كبيرة هنايا، والملح ضروري. بالنسبة للبيض عندي حجم متوسط، ثلاثة البيضات. غنحتاج كذلك كأس زيت نباتية مملوءش بزاف، غنخلط هذا الخليط كله وغنضيف الزيت. الدقيق هذا شار كما كتعرفوا، الدقيق خالي من الجلوتين. الكميه ديالو كتبقى على حسب حجم البيض، لان ما نقدرش نقول الكميه، غنبقاو نضيفو. وهو كتحتاج واحد الكميه اللي ما تكونش كتلصق، دائما كنقولها وما تكونش قاصحه، الدقيق دغيا كيقصح، يعني غنضيفو ونخلطو ونخليه حتى يشرب شويه عاد نشوف واش باقي محتاج الدقيق او لا. انا ضفت الزيت وخلطت المكونات مزيان، من بعد ضفت الدقيق، غنبقى نضيف بالكميه حتى تجمع لي العجينه ونحصل على واحد العجينه اللي متماسكه نقدر نتحكم فيها. ونسيت انني ما ذكرتكمش بالشوكولا حبيبات، حتى هو يكون من نفس المواد اللي كتكون خاليه من الجلوتين. هادشي كلشي متواجد ولا متواجد في المحلات عاديه، يعني بحال هكا مرجان اللي مشينا للمتاجر كبرى راه غنلقاو هاد المأكولات ولات متواجدة أو المنتوجات عفوا من غير الجمعيات، الحمد لله كلشي ولا موجود. المهم دابا غنبقى نضيف الدقيق حتى يتخلطو هاد المكونات وينسجمو ونحصل على عجينة اللي نشكلها كيف بغيت، ونضيف الشوكولا حبيبات، وفديك الساعة نتلاقاو في تشكيل الحلوى أو كوكيز. هنا انا ضفت الشوكولا حبيبات كيف ما كتشوفوا، واحد العجينه باقا مرخوفه مازال، محتاجه من الدقيق، غنضيف لها الدقيق باش نشكلها معكم ان شاء الله. بالنسبه للعجين كتبقى هكا مرخوفه كيف ما شفتوا مازال كتلصق، هي كيف ما قلنا هذا الدقيق راه كيشرب كيقصح، يعني زدنا الدقيق عاود قصحناها غتقصح لينا اكثر. المهم هذا القدر راه كافي، كتشوفوها كتلصق، غنخليها شويه ترتاح وغنشكلها كويرات على ما وجدت هكا الطاوه ديال الفرن، ونتلاقاو ان شاء الله. بعد ما شكلت هذه الكميه مازال بقى لي العجينه، غندير طاوه اخرى. انا مشعل الفران وغادي ندخلها ان شاء الله طيب العافيه متوسطه. اللون كيبقى لكم خيار، اما حمروها بزاف او لا خليوها شويه، المهم اطلقوا معايا في الشكل النهائي بعد ما غطيب ونشوفوها ان شاء الله في طبق التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد الكوكيز، اللي نتمنى ان شاء الله يعجبكم وديروا للوليدات اللي عندهم هذا النوع من الحساسيه، لان صراحه كيتباع هاد الحلوه غاليه في المتاجر الخاصه. الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.